كل منظومة محتاجة تتظبط. اللي قدروا ان هم يعملوه في التحالف ان هم يظبطوا منظومات كثيرة ورا بعض. منظومات كل واحد بيقوم بعمله بدقة في توقيتات بمشرفين بأساتذة كبار، فتقدر ان انت في الاخر توصل للمنتج اللي انت عايزه. ضيوفي في هذه الفقرة المهندس حمدي فرج والمهندس عمرو حسين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك باشمهندس حمدي، نلتقي مرة اخرى. اهلا بحضرتك. حضرتك مسؤول عن ايه؟ انا كونستراكشن مانجر في الباور هاوس، مسؤول عن 1500 عامل. بنشتغل ورديتين 24 ساعة، وردية بتسلم وردية. مسؤول عن متابعة جميع الأعمال الإنشائية. مسؤول عن عمل الكوردينيشن ما بين السيفل والإلكتروميكانيكال. يوميا هذا العمل بنقوم به بحيث أن العمل يطلع بأعلى جودة. يعني حضرتك التقاء كل المجموعات اللي هو في الباور هاوس، خلاص احنا كده النهر اشتغل والدنيا رجعت الى مجاريها مرة اخرى، اصبح كل التركيز الوقت هنا. اخر مرة كنت واقف على الجسر ده انا، كان المكان ده عمقه ما كانش فيه كل المباني دي. انت طب 30 متر. 30 متر في سنة. 30 متر ارتفعت بيه خرسانات صب بأدواره كلها. احنا هنا كمية الخرسانة الموجودة بالمشروع حوالي 400,000 متر مكعب خرسانة. احنا لغاية دلوقتي مشروعك انت بس، مشروع انا بس، صبينا حوالي 300,000 متر مكعب خرسانة. يعني لسه في 100,000 متر مكعب. 100,000 جزء منها تحت الجزء اللي حضرتك دلوقتي واقف عليه، وجزء منه استكمال للبنية اللي قدام حضرتك الباور. يعني ايه الجزء اللي انا واقف عليه؟ اللي حضرتك واقف عليه ده هيحصل له دومولش، وهيتم هتدمروه كل الجسم ده. كل ده كان عبارة عن كبر دام مؤقت معمول لتحويل سد مؤقت لتحويل المسار بتاع النهر عشان تحمي البنية. احمي البنية اثناء الانشاء. مهندس عمرو، تخصصك وبتعمل ايه؟ كونستراكشن سيكشن هيد سيفل. بالعربي بقى، ها؟ مراقب مدير تنفيذ تلت المشروع. مراقبة مدير تنفيذ تلت المشروع. تلت المشروع. يعني انتوا عندكم مراقبات في كل حته. مهندس حمدي يعتبر ماسك الزون كلها، مدير التنفيذ للمشروع كله، ومتقسمه سكاشن. متقسمه سكاشن لثلاث سكاشن، كل سكشن مسؤول عنه مهندس. انا عارف انه واقف جنبك، بس هل هو شديد في الشغل جامد معاكم؟ بنتعامل باخويه وضحك اهو، بنتعامل باخويه وحب عشان نطلع المطلوب مننا باعلى جوده. انا عايز اقول حاجه بس، طالما في عزيمه واراده هتعمل المستحيل، وده موجود في الطقم اللي معايا، وهم اتربوا على كده، لان الطقم ده معايا بقاله فتره. يعني احنا عملنا ابراج العالمين ومشاريع اخرى. العزيمه والاراده موجوده عند العامل المصري، سواء مهندس او عامل عادي، بنعمل المستحيل. وده احنا ربينا شويه عند العامل التنزاني، هو اتعلم مننا الحته ديت وبقى ايده بايدنا وعملنا اللي حضرتك شايفه. تاني حاجه عايز اقول برضك، المتابعه الجيده، المشروع دوت من المشاريع اللي اتعملت صح في البدايه، الدرس صح، متابعه صح من السادة قيادات الشركة عندنا، زيارات دورية. يعني يعتبر المشروع من أنا بعتبره في مصر، الناس القيادات كل أسبوع أو أسبوعين هنا عندنا طبعوا المشروع، أي مشكلة بيحلوها لنا، يعني أي خامات بتتسهل أي مشكلة. طب باشمهندس عمرو، لما جيت هنا ده يختلف عن عماير ويختلف عن الكلام، كان أول مرة ليك في سد وكده. أول مرة نشتغل في سد. بقالك كام سنة؟ سنتين. هنا؟ بقالي سنتين في تنزانيا. بقالك سنتين هنا. كنت متوقع تخلص بالسرعة اللي أنت شايفها لا دي؟ لا طبعًا. لا طبعًا. المشروع أنا ليه كل ما بسأل حد فيكم يقول لي أنا ما كنتش المشروع بتوقع. المشروع ده في المعتاد بياخد مش أقل من 6-7 سنين. إحنا المشروع التارجت بتاعنا اللي إحنا نخلصه في أقل مدة مطلوبة عشان نحققه في التارجت المطلوب، في الميعاد المطلوب تسليمه. فكنا بنشتغل لمده 24 ساعة ورديتين صبح وليل متواصل. يمكن حتى احنا بعد ما بنخلص الدوام بتاعنا بالليل بنفضل متابعين مع المهندسين بتوع الورديات بالليل عشان نتاكد ان الشغل اتسلم، لما نستلم الشغل الصبح نتاكد ان الحاجه المطلوبه اتنفذت، التارجت المطلوب اتنفذ في ميعاده. المنطقه دي من اصعب المناطق اللي بيتم فيها الصب. هو قلب المشروع، هو مخ المشروع. ليه؟ لانك انت في واحد هيخش يركب حاجه في الالكتريك، وواحد هيروح داخل وراه
في الباور وواحد كذا، وبعدين انتوا تروحوا جايين عاملين القشره النهائيه. ده معتمد على الكورديشن طبعا. لازم تنظيم مع بعض، لازم بتعملوا معاهم ميتنجز. هو ميتنج يومي، غير يومي. في ميتنج اسبوعي، ده ميتنج يومي في السايت هنا. يومي في مدير الكونستراكشن معايا، مدير الكونستراكشن المدني مع الالكتروميكانيكال يوميا، ومفيش حاجه بتتصب في المشروع غير اما بيكون اوير بيها مدير الكونستراكشن بتاع الالكتروميكانيكال. بيكون خلص تركيباته، سواء في تركيبات او مفيش، هو لازم الراجل يكون مطلع على اي حاجه انا بعملها في المشروع، وبرضك انا مطلع على كل البروجرس اللي هو بيعمله. مهندس حمدي، انت عندك هنا توربينات الحته 1000 طن. هي انت اللي باني لها حضنها اللي هيحضنها. انا شفته وانت بتبنيه. جسم التوربينه، الجسم بتاعه انت اللي بنيته وصبيته، مش كده؟ صح. هيستحمل الثقل ده كله؟ طبعا، هو كل حاجه هنا مدروسه، وبنستعين بمكاتب استشاريه دوليه معانا هنا في المشروع. مفيش خطوه بتتعمل غير اما بتكون متدايزنه صح ومدروسه صح، ومعانا هنا كواليتي جيد طبعا من الشركه، بيطلع على اي خطوه انا بعملها. فاوريدي انا بنفذ اللوحات اللي موجوده على اكمل وجه، وما يعني ما بنعملش حاجه غير ما بتكون مستلمه. استشاريين كله ورا بعض. استشاري. طيب. انا هنا يعني غالبا على عمق كبير، ورانا الجبل هنا كده. ايوه. احنا مش على عمق، على انخفاض كبير عن المكان. انتوا جيتوا حفرتوه نزلتوا بيه كم متر؟ احنا حفرنا حوالي 2.5 مليون متر مكعب. كم متر بقى عمق كده؟ هو كم الجبل اللي قدام حضرتك دوت ده ليفل 155 متر. متر. احنا نزلنا حوالي لمنسوب 40، يعني احنا حفرنا حوالي من 90 ل 80 متر حفر. حفر تحت. حفر تحت. طيب، لما الميه هتبدا تدخل في حاجات كتير من دي مش حبان. صح. الميه هتعلى. ايوه. هتعلى كم متر هنا؟ هتعلى يعني حوالي. انا في تحت مني بتاع 5 6 ادوار ده. صح. بس عشان الناس. صح. يعني في 5 6 ادوار فيهم بنا. ده كله هيخش تحت الميه خلاص. تمام. طبعا احنا التوربينات دي فيها عباره عن بوابتين، بوابه داخليه وبوابه خارجيه. البوابتين دول ساعه الصيانه بس بيتقفلوا. اثناء التشغيل البوابتين بيتفتحوا، فلو كان في منسوب ميه عالي خارج التوربينات فدوت موجود في بوابات لحمايه للتوربينات اثناء الصيانه. تمام. انما الميه اثناء الميه التشغيل البوابات دي بتكون مفتوحه، ميه كلها في ميه، ما فيهاش اي مشكله ولا اي حاجه خالص، وكل التوربينات دي تحت الميه وكل الدنيا دي مفيش اي مشكله فيها. يتم غلق البوابات اثناء الصيانه فقط، اثناء التشغيل البوابات بتكون مفتوحه وما فيهاش اي مشكله. السد اللي احنا واقفين عليه ده بتعدي عليه عربيات نقل رايح جاي، وسد ضخم جدا. هتهدوه وتشيلوه من مكانه في قد ايه؟ المفروض المده المحدده ليه حوالي 6 شهور. بعد 6 شهور مش هيكون موجود؟ مش هيكون موجود تماما. بالانشاءات الخرسانه اللي الباشمهندس اثار ليها قبليها، خرسانه تكون اتبنت اللي هي تاخد مخرج الميه من التوربينه ترميه في مجرى النهر. خلاص، انتوا هتحموا كل الكلام ده يا باشمهندس وتشيل هذا السد. ده كان معمول مؤقت، فتره مؤقته، فتره الانشاء. ده ارتفاع 7 8 ادوار. هو لازم عشان يحمي، وبعدين هو مناسيبه متحدده لاعلى منسوب توصل ليه الميه، هو ما اتعملش كده. والعرض بتاعه يعني انت عايز تقول لي ان الميه ممكن توصل ارتفاعها لمكان ما احنا؟ لا، هي توصل اوطى بمتر. هو معمول اوطى بايه؟ بمتر واحد. يعني هو عايز تقول ان في 30 متر تحت الارض. ارتفاع العمود اللي قدام حضرتك ده بالظبط 38 متر. المياه هتغطيهم؟ لا، مش هتغطيهم كلهم، هتغطي حوالي جزء منهم، حوالي النص بالظبط. النص التاني ما بيبقاش فيه ميه. يعني 18 19 متر. كده 20 متر ميه. حوالي 20 متر. كل البنى ده كلها 3 4 اشهر او 5 اشهر وهيبقى مغمور في الميه، ومش هنشوفه وينتهي علاقتنا بيه الا ان هو بس يطلع لنا كهرباء. احنا اهم حاجه يطلع لنا كهرباء، وده الهدف الرئيسي للمشروع. انا سعيد بيكوا جدا. احنا اللي اسعد. ربنا يخليك واشكرك. شرفنا بحضرتك في تنزانيا، انت وطاقم التصوير والمخرج الجميل بتاعنا. تمام. وشرفتونا، وعايزين زيارات متواليه على طول. ربنا يخليك، وباذن الله هنعمل كده. وانا بشكر حضرتك ايضا على وجودك معايا في هذه الفقره. شرفتنا. وبجد يعني شيء ممتع جدا لينا كلنا ان احنا نشوف مصريين بيعملوا هذا الإنجاز وبهذا الشكل الجميل. شكرا ليكم. هتابع مع حضراتكم اللي بيحصل واللي هيحصل دلوقتي من أهم ما يمكن.